السلام عليكم. يظن الكثير من الناس أن الطفل بسبب صغر سنه أنه لا يفهم أو لا يدرك، يعني بالمعنى العامي بيقولوا طفل صغير ما بيفهم. هذه الفكرة خطأ 100% وتسيء إلى الطفل جدا. لماذا؟ لأن الطفل منذ لحظة الولادة تكون أدوات التلقي جاهزة لديه للتلقي. بنقدر نشبه الشيء هذا بالبطارية، فالبطارية إلى طورين، أول طور بنحطه مشان تشحن وبتكون بهالوقت هاد صامتة تماما، وبعدين بنسحب عنها الشحن وممكن نستخدمها في أشياء أخرى، ممكن تضوي، ممكن تشغل محرك وغيره. فالطفل قبل ما يتكلم بيكون مدرك وواعي لكل ما يحدث حوله، ولكن عم يسجل هالشي هذا داخليا رغم أنه لا يعبر عنه. فلذلك أنصح الأبوين أنه يحلوا مشاكلهم بعيدا عن الطفل حتى لو كان عمره يوم واحد. فهو بيفهم كل شيء، ولكن على قد فهمه وإدراكه بيعرف انه هذا الشيء سلبي وهذا مو سلبي وهذا لصالحه وهذا مو لصالحه. الطفل فينا نشبهه بالنبتة، فالنبتة تحتاج لكي تنمو نمو متوازن الى التربة والماء من جهة، والى اللي هي الام، والى الشمس والضوء اللي هي الاب. فالتربة لازم تكون على طول ريانة، والضوء والشمس لازم على يكونوا متوفرين مثل ما بتعرفوا. فاذا كانت الوردة شعرت بنقص اي واحد منهم مثل ما بتعرفوا رح ينعكس هالشي هذا عليها سلبا وتدبل. بجوز البعض يقول كيف بينعكس على الطفل؟ بينعكس على الطفل على شكل اللي ما بيقدر بيعبر، على شكل اضطرابات، يعني ممكن يصير عنده التهابات متكررة، ممكن يصير عنده ألم بطني متكرر. وتاخذ الطفل على الطبيب ويعمل له تحاليل ويعمل له صور ويعمل له كل شيء لازم، بقول لك ما لقيت شيء، ما في أي سبب ولا أي مبرر للأشياء اللي عم تصير معه. لذلك ينصح الأبوين اللي عندهم عدم انسجام بتأجيل موضوع الإنجاب إلى حين الانسجام. أما اللي عندهم أولاد إنهم يكتفوا بهاي الأولاد اللي موجودين عندهم وما ينجبوا المزيد، وإنه يحلوا مشاكلهم سواء بصوت منخفض ولا مرتفع بعيدا عن الطفل، يلاقوا له المكان بعيد عن الطفل، وإلا هن والطفل رح يدفعوا الثمن غالي. فأنا كتير بتجيني حالات آلام وشغلات ومن أشياءها الألم البطني مجهول السبب عند الأطفال. طفل بطنه عم يوجعه بشكل متكرر شبه يومي أو شبه أسبوعي أو هيك، الواحد الطبيب بدور على كل الأسباب ما بيلاقي أي سبب، فهي تعزى إلى السبب، الأسباب النفسية. والاضطرابات بهالمجال هاد كتير كتير، ولكن هذا أنا أخذته كمثال عليها لأنه مثال شائع. فأرجوكم أنه ما تستهينوا بالطفل، والطفل أمانة بإيدكم رب العالمين حطه، فلازم تشعروا بثقة للأمانة وتأدوها بشكل جيد وما تعرضوا هالأمانة هي إلى التلف. كانت معكم دكتورة أمل، والسلام عليكم.